السلام عليكم. فيه شارع اسمه شارع العيادات أو الشارع المصحات، وبالفرنسية نقولوا بولفار دي كلينيك. وهذا الشارع موجود في قسنطينة، وبالضبط في حي زواغي بقسنطينة، حيث هذا الشارع يحتوي على عدة مصحات دي كلينيك ومستشفيات، يعني مستشفيات صغار ومراكز للتشخيص الأمراض، يعني لي سون دو ديانوستيك. وكل هذه يعني المشاريع هي في الأساس خاصة تابعة للقطاع الخاص، والأغلبها تم الانتهاء من الأشغال تاعو، راه شغال. وبعض المشاريع ما زالت قيد الأشغال في هذا الشارع، وهذه فكرة جيدة جدا الحبذا لو يعني تتطور في يعني تؤخذ بعين الاعتبار في ولايات أخرى. وكذلك احنا هنا رانا بصدد الكلام على واحدة من العيادات هذه، وهذه العيادة متخصصة في الطب نتاع الأسنان، لا سونتي دونتير، إذن بجميع ما يخص التطبيب في ميدان معالجة الأسنان، البروتيز، العمليات، كل ما يخص الصحة نتاع الأسنان. إذن هذا المركز هذا يعتبر رائد، وراه كبير، ويعني ما شاء الله شوفوه في الصور هذه، اللي كما قلنا يقع في حي زواغي. إذن مبروك للناس قسنطينة، والعقوبة للولايات الأخرى لمثل هذه المشاريع اللي تشرف الجزائر. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.